بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، مشاهدينا مشاهدي الجزيرة مباشر، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم في حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين شبكة الجزيرة الإعلامية وشركة دلالة القابضة لرعاية برنامج البورصة على قناة الجزيرة مباشر. دعونا في البداية نرحب بالسيد عبد الله نجار، المدير التنفيذي لقطاع الهوية المؤسسية والاتصال الدولي بشبكة الجزيرة الإعلامية، والدكتور عبد العزيز الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة، والسيد أيمن جاب الله، مدير قناة الجزيرة مباشر، والسيد حسين العبد الله، مدير المبيعات والتسويق ببورصة قطر. برنامج البورصة يبث من مقر البورصة القطرية من خلال تغطية يومية حية، ويقدم البرنامج محتوى اقتصاديا تلفزيونيا سريع الأداء يناسب كافة شرائح الجمهور بالاعتماد على لغة الأرقام البسيطة والتقنيات البصرية التي تضع المشاهد لحظة بلحظة في بؤرة تطورات عالم مؤشرات بورصات المال والنفط والعملات والمعادن النفيسة، وذلك بهدف تثقيف المشاهدين اقتصاديا واستثماريا من خلال الحوار المبسط مع محللين ومتخصصين في عالم المال والأعمال والاقتصاد. كما يقوم البرنامج بتسليط الضوء على أبرز المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على الدول والأوضاع المعيشية للمواطن العربي. الآن أدعو السيد عبد الله نجار، المدير التنفيذي لقطاع الهوية المؤسسية والاتصال الدولي بشبكة الجزيرة الإعلامية، لإلقاء كلمته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عبد العزيز الحمادي، رئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة. السيد حسين العبد الله، مدير المبيعات والتسويق ببورصة قطر. السادة إدارة شركة دلالة القابضة، السادة الأخوة والأخوات الصحفيين، ممثلي الجهات الإعلامية المختلفة، الزملاء الكرام، نيابة عن إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، نود أن نعبر عن سرورنا بإعلان هذه الاتفاقية مع شركة دلالة القابضة لرعاية برنامج البورصة على قناة الجزيرة مباشر، الذي يبث من مقر البورصة القطرية. هذا التعاون مع شركة دلالة القابضة تعتبر من المؤسسات المهمة في سوق المال والأعمال، وأنا متأكد أن هذا راح يساهم في زيادة وعي المشاهد وخبراته في عالم الاقتصاد والاستثمار. وهذا التعاون يؤكد حرص شبكة الجزيرة الإعلامية منذ انطلاقتها على أن تقدم للمشاهد العربي محتوى إعلامي مميز من خلال تقديم برامج تهدف إلى إثراء المعرفة وتكوين خبرة أكثر وزيادة الثقافة عند المشاهد على مختلف المستويات. وكنا احنا في السابق قد أعلنا عن برنامج حكيم أيضا على قناة الجزيرة مباشر، وهذا استكمالا للبرامج اللي النوعية اللي في الحقيقة اخترناها واخترنا شركاء معنا يساعدون في هذا المجال. أنا نيابة عن شبكة الجزيرة الإعلامية أبارك هذا التعاون، وأتمنى إن شاء الله لها التوفيق والنجاح. لا شك هذه تجربة مميزة يمكن انطلقت من خلال شاشة قبل أيام. هناك تقرير يومي للأخ توفيق ينقل لنا بشكل مباشر في بداية الصباح، في بداية قبل الجلسة الافتتاحية، ومن ثم قبل الجلسة الختامية، وبعد الجلسة الختامية يعطي نظرة تحليلية حق السوق. مرة ثانية أرحب فيكم جميعا، والآن أترك الكلمة للأخ أيمن جاب الله، مدير عام قناة الجزيرة مباشرة، خليه تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية أعبر عن سروري لوجودي معكم في هذا الجمع الكريم، دكتور عبد العزيز وعبد الرحمن والأستاذ حسين من بورصة قطر، وأشكر الحضور جميعا على مشاركتهم معنا.
يعني البرنامج البورصة الحقيقة ينطلق من استراتيجية القناة في تقديم إعلام خدمي بينقل المشاهد لحظة بلحظة، بينقله كل ما هو مفيد بالنسبة له. بنقطع في البرنامج ده الخصومة اللي بتكون بين التحرير والإعلان، عبر أننا في علاقة ثلاثية دائمة بين المشاهد المعلن الخدمة اللي بتقدم. التلاتة بيشتغلوا على ان هم ازاي نقدم معلومة قيمة للمشاهد، معلومة مفيدة تساعده في اتخاذ قرار بيحسن حياته هو شخصيا. تجربة البرامج المكفولة إعلانيا على الجزيرة مباشر بدأناها سابقا مع برنامج الحكيم، والآن مع برنامج البورصة. والحقيقة البرنامج خلال الفترة اللي استمر فيها اللي حوالي الشهر اللي فات شهر ديسمبر، الحمد لله يعني مشاهداته عبر الفيسبوك، مشاركة المشاهدين بيبعتوا أسئلتهم بشكل مباشر للمذيع وهو على الهواء، المذيع ينقل الاستفسارات للضيف، الضيف يجيب عليه. الآن بنقدم خدمة تعريفية لكل مشاهد من حضراتكم، إزاي أن أنت ممكن تشارك في البورصة، إزاي أن أنت ممكن تنمي استثماراتك، إزاي أن أنت ممكن تكون أكثر ثقافة بهذا العالم اللي هو عالم في بعض الناس غايبين عنه، وكذلك إزاي تكون أكثر عندك فرص أكثر لتحقيق ربح. فالحقيقة هذه العلاقة الثلاثية بين الأطراف الثلاثة، يعني المقصود فيها، الهدف الرئيسي فيها هو خدمة المشاهد. بنشكر الجماعة في البورصة الحقيقة لأنه استحملونا، ويعني ربما نكون أثقلنا عليهم بأدوات الإنتاج التلفزيوني، لكن الحقيقة الإدراك لأهمية هذا العمل لصالح المشاهد، لخدمة المستثمر ولخدمة المشاهد بشكل عام، هي اللي كانت وراء الجهود اللي بذلت من دلالة، من الجزيرة مباشر، من البورصة. فبنشكر الجميع وبنتمنى إن شاء الله أننا نسمع ملاحظات الجميع، نسمع ملاحظات الجمهور في الفترة القادمة على أي تطوير يحب ويشوفه في البرنامج، وكذلك نتمنى مزيد من المشاركات حتى يكون الجماعة في دلالة، ضيوفنا بشكل عام، البورصة يكونوا حاضرين في الإجابة اللي تفيد حضراتكم من المشاهدين. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك سيد أيمن جاب الله مدير قناة الجزيرة مباشر. ولعلنا نذكر أن قناة الجزيرة مباشر قد أطلقت في إبريل عام 2005، وهي أول قناة في العالم العربي تبث الأخبار لحظة وقوعها على مدار 24 ساعة. القناة نافذة للعالم العربي وتوفر للمشاهد صورا حيا لما يحدث إقليميا ودوليا، وهي بحق تلفزيون الواقع الإخباري. شركة دلالة القابضة التي ترعى هذا البرنامج من أهم المؤسسات في سوق المال والأعمال. في مايو عام 2005 أنشئت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، وفي سبتمبر من نفس العام أصبحت أول شركة مالية واستثمارية غير مصرفية تدرج في بورصة قطر. بعد ذلك أنشأت شركة دلالة القابضة شركتي دلالة للوساطة ودلالة للوساطة الإسلامية، واستطاع دلالة في وقت قياسي الفوز بثقة المستثمرين المحليين والأجانب على السواء بفضل خبرة الشركة المتفوقة في السوق وفي مجال الوساطة المالية والاستثمار. وبالتأكيد فإن هذه الشراكة بين شبكة الجزيرة الإعلامية ودلالة ستساهم في زيادة وعي المشاهد وخبراته في مجال سوق المال والأعمال. الآن أدعو الدكتور عبد العزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة لإلقاء كلمة، تفضل. شكرا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد عبد الله النجار المدير التنفيذي لقطاع الهوية المؤسسية والاتصالات الدولية بشركة الجزيرة الإعلامية. ما شاء الله مسماك طويل وايد عبد الله، اختصروا شوي. خلاص. السيد أيمن جاب الله مدير قسم قناة الجزيرة مباشر، السيد حسين عبد الله مدير ذات التسويق والمبيعات بورصة قطر، أخواني الحضور أخوي محمد العلي جزاه الله خير على أشكر على حضوره معنا، أخواننا الصحفيين وجميع الحضور. أول حاجة إحنا حرصنا على أن نبدأ في الإعلام مع قناة الجزيرة. ليش اخترنا قناة الجزيرة؟ بسبب مصداقيتها واحترافيتها في العمل،
وقناة الجزيرة أولاً منتشرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وعشان الشركة لها رؤية مستقبلية للوصول إلى العالمية فأكيد راح تختار القناة العالمية بالنسبة لها، فاخترنا قناة الجزيرة. وإحنا نسعى من قناة الجزيرة عشان نوصل للعالمية، فإحنا نطلب حتى دعم البورصة، إخواننا في البورصة، ودعم هيئة قطر للمال في قطر أن يدعمون شركة دلالة في الوصول إلى العالمية. وهذا طبعاً نقطة تحسب للجهات الاستثمارية في قطر، لأن الاستثمار الخارجي لما يدخل لقطر عن طريق شركة محلية فهي تطور العمل بالنسبة لها. ونطالب قناة الجزيرة أن يساهمون معنا في النجاح، وإحنا شركاء النجاح معهم، هم يحكون شركاء النجاح بالنسبة معنا إحنا. إذا شركة دلالة نجحت في الوصول إلى العالمية عن طريق قناة الجزيرة فهذا كريدت لقناة الجزيرة وتحسب لقناة الجزيرة. وأعتقد ما في اليوم شركات محلية أو خليجية أو عربية تتكلم على المستوى العالمية في موضوع الاستثمار أو الأسهم أو أمور متعلقة بالاستثمار المالي. فإحنا يعني نطلب أو طالبين من قناة الجزيرة وقوفهم معانا بشكل أقوى وأكثر أن إحنا نوصل للعالمية. فهذه رؤية الشركة، رؤية مجلس إدارة العالمية. وعشان كذا إحنا لما نعمل إعلانات اليوم حق الشركة في قناة الجزيرة أو في الصحافة المحلية، إحنا نتخذ الحوكمة إطار حق الشركة هذه، الحوكمة والالتزام بمبادئ الحوكمة، من إفصاح، من شفافية، من مساءلة، من مسؤولية. فالكل بإمكانه يعرف أي حاجة عن شركة دلالة كشركة مساهمة بالحوكمة الموجودة، وإحنا مطبقين وملتزمين بمبادئ الحوكمة. فعشان كذا إحنا اخترنا لما الأخوان في الجزيرة عملوا قناة أو عمل برنامج البورصة بأخونا توفيق أحمد المقدم البرنامج، إحنا حرصنا أن نكون إحنا أول جهة تطلب من قناة الجزيرة أن إحنا نرعى البرنامج هذا، لما يقدموا هذا البرنامج من محتوى متميز ومحتوى يعني ينور الناس ويعطي الناس مجالات أن تعرف كيف تتعامل في الأسهم وإيش الأسهم على مستوى المحترفين ومستوى الإنسان العادي. وشركة دلالة لما حرصت أن تكون في البرنامج هذا من واقع تجربتها، أو لأن كثير من الناس يسألون كيف نتعامل بالأسهم، كيف نبيع الأسهم، كيف فالبرنامج هذا يعطي مجال أوسع حق الناس لمعرفة التعامل في الأسهم. وكثيرين من إخواننا العرب أو المقيمين في قطر أو في أي دولة ثانية لا يعلمون أن بإمكانهم شراء الأسهم بنسبة معينة في سوق الأسهم القطري. فلما حن نبلغهم تعال بإمكانك تشتري، فيقول لك أنا عندي مثلا 100,000 ريال ولا 200,000 ريال ولا 1,000,000 ريال، ما أقدر أتعامل فيه أكثر، لكن بإمكانه يتعامل في السوق، سوق الأسهم، ويكسب ويربح بالنسبة له. في النهاية وفي الختام أشكر جميع العاملين في قناة الجزيرة، أخونا عبد الله، أخونا أيمن جاب الله، أخونا توفيق أحمد مقدم البرنامج، جميع المساهمين، أخونا علي خفاجي، جميع المساهمين في قناة الجزيرة واللي يتعاملون معنا. وإن شاء الله إحنا على ثقة بوقفتكم مع شركة دلالة أن نصعد من المحلية إلى العالمية وتكونون شركاء النجاح معنا في المستقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور عبد العزيز الحمادي، رئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة. والآن تجري مراسم توقيع عقد اتفاقية الشراكة بين شبكة الجزيرة الإعلامية وشركة دلالة القابضة، حيث يتفضل السيد عبد الله النجار والدكتور عبد العزيز الحمادي بالتوقيع على العقد.
والآن يتفضل السيد عبد الله النجار المدير التنفيذي لقطاع الهوية المؤسسية والاتصال الدولي بشبكة الجزيرة بتقديم هدية تذكارية للدكتور عبد العزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة. وفي الختام نشكر السادة الحضور وكل من شارك في حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين شبكة الجزيرة الإعلامية وشركة دلالة القابضة لرعاية برنامج البورصة على قناة الجزيرة مباشر. كما نشكركم مشاهدينا مشاهدي الجزيرة مباشر، دمتم جميعا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.